سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صافي، بوكو بليزير انني نعاود نصور عاوتاني حدا الكاميرا. المهم راه كنت سلمت عليكم يمشى لي لا فيديو. المهم انا جيت نسلم عليكم وفي نفس الوقت نخليكم تكملوا التتمه ديال الفيديو هنايا. فوالا، ما قررت ندير لكم فيديو مختلف شويه على داكشي اللي كتشوفوا في القناه ديالي. كيف كتشوفوا راني في الكوزينه. ما تدوزوا تشوفوا معايا لا فيديو، تهبطوا لتحت الا كنتوا اول مره تشوفوا القناه، وركوا على سابوني وسيرتو توركو على ديك الجرس اللي حداه، حيت ولا ما وركتوش عليه ما كيوصل لكمش الاشعار ملي كنحط الفيديو. وخليكم معايا. شنو بغيت ندير اليوم الفطور؟ ديجا ولدي راه فاق، راه عطيت له ديجا الحليب ديالو سيريال، وانا خديت مقيله. اليوم جات لي قال على الفطور ديال البيض بالكيمون والملحه وهذا. المهم غادي نطيبهم وغادي نشرب معاهم امتي كافي مع الحليب وهذا. المهم معكم معايا. المهم البنات، هذا هو الفطور ديالي. انا ساليت، عملت القهوه مع الحليب والبيض والخبز ديالي على حسب شحال غادي يقد لي، و الا ما قدليش نزيد. لا ما نجزش على هادشي، ديجا كاينه سكميره. المهم هذا هو الفطور ديالي. المهم غادي نفطر البنات وغادي نرجع معكم من بعد ما انا ها انا البنات لبست عليا. المهم راه كنت لابسه ديجا، ما كنصورش بيجامه سمحوا لي، وصافي كنت لابسه. زدت عليا سبرتيله ديالي وصايبت وجهي، عملت الفوندوتا ديالي. بالنسبه للباس ديالي ما لبستش حاجه سبيسيال، كيف غادي نوريكم. هاد السيو من زويون البنات، هذا خديته له من سيا وسبرتينا ديالو ديال نايك، ولبست له هاد البودي راه كاع في الزقولي بالماء. لبست له هاد البودي هذا اللي خديناه له من طاب الاي، ديك المكازا ديال طاب الاي، عملت له صافي البنات. وكيف قلت لكم هاد الكاسكيطه اللي درت له هنايا ديال دو باغايو ميم زويونه. وصافي غادي نمشيو اليوم شويه لجو زوين، غادي ناخذ معايا كوميم اطو، ناخذ معايا كوميم واحد لافيست غادي نمشي نبدا معايا. غادي نمشيو لول اوشو باسكو محتاجه شي خضره. هذا صافي هذا ماشي علي بابا. البنات انا صورت لكم شويه ديال البروموسيون اللي لقيت في اوشو، الصراحه واعرين واعرين. كاين ديك صباغات داروا بروموسيون في كلشي لي شوز كوزميتيك، ديودورون، شامبوان، ابري شامبوان، صباغات، دي ماكيون، دي برودوي بور لي ريد، لي ماسك. بحال هاد الماسك هذا الكيوي زوين بزاف وعملوا لهم تخفيض ايميديات في موان 40%. صراحه واعرين واعرين، خاصكم ضروري البنات ديروا دوره الاوشو. ما عرفتش شحال غادي يبقى لهم ديك بروموسيون، مي فريمون في حوايجات واعرين، فوندو تايات، كلشي 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 كلشي. وصافي وهنا كنت كنقول مع السامح من الكوكو، عمل الكوكو. البنات حنايا خرجنا من اوشو. المهم راه لهيه، رحنا خرجنا من اوشو. المهم خديت داكشي اللي خاصني، ما لقيتش الخضره صراحه رخيصه، يعني سي با دوني دو تو. قلت غادي نمشي للفالبريم المارشي غادي ناخذ ديك الخضره اللي خاصني. مي المهم خديت لو برينسيبال اللي كان لقيت تما ديما رخيص. غادي نرجع للدار، ما قداش عاد نمشي لشي بلاصه اخرى. دابا راه هي عندنا 11:50 دقيقه، يعني 12 هو الوقت فاش كياكل سام، وفي نفس الوقت راه بحال غادي نوجد شي حاجه خفيفه. المهم البنات ما بيناتناش اي حاجه وجدتها قبلوا عليا، يعني ما غاديش نوجد المحمره والمجمر، غادي نوجد اي حاجه وجدتها لنا راه غادي هي هذيك اللي غادي نشارك معكم. بطبيعه الحال غادي نشارك معكم. صافي راه البنات كلهم كيعرفوا يطيبوا، مي غادي نشارك معكم بطبيعه الحال الا كانت شي وحده تالفه ما عارفه ما توجد، الا ضربت الدوره هكا وعطيت لها شي فكره وعشقه توجد داكشي اللي درت ديرو الوغ في بليزير. صافي المهم احنا دابا في الطوموبيل غادي نرجع للدار، وصافي من بعد حتى العشيه ولا غدا عاد نمشي ناخذ داكشي اللي خاصني اخر. البنات خليكم معايا وداك الساعه نوري لكم السخره ديالي في الدار. بسلامه. انا البنات يلا دخلت، انا غادي نوري لكم سخره اللي جيت دغيا دغيا باش ما يديليش الوقت. المهم نو تي با لا كاميرا نو توش با توش با سام سكوبل توش با سام. المهم البنات باش غادي نبدا لكم، غادي نبدا لكم في هاد لي اتو كان علي نهرس الكاميرا عاوتاني، راه ديجا ضيع لي واحد. اوكي نقلب لكم هكا باش تشوفوا. اتونسيو سام. المهم اول حاجه خديتها، اول حاجه خديتها هو هاد السمول بلي غرو هذا. المهم هاد السميده هذه الغليظه اللي قلت لكم لقيتها في اوشو بواسا. تا تا المهم غادي نفضي لكم هذه الاولى باش هكا نعطيها له يسكت عليا. المهم خديت هذه، هاد الفندق هذا ديال فيتمي، خديت 220 ما عرفتش حتى واش لوطه ديالي ولا لا. المهم هاك هاك يلا هاك تيا 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 علي باجوي باجوي عليك يلا
مهم هذيك الفندق تاع هذيك البنات خديتها ب 10 اورو شي حاجه. المهم المهم تما وصافي 10 اورو ديك 30 ولا شي حاجه من اوشون. خديت النمره 220 ما عرفتهاش باقي واش لوتان ديالي ولا لا. ملي لقيت فيها هذيك بيج ناتورال وقلت يمكن غادي تجيني هي هذيك. المهم والله ما عرفت مع ما كيخليوش تما دي شونتيون. المهم هذيك وخديت هذا لوسمول هذا اللي قلت لكم سميده بغيت سميده وانا لقاها سبحان الله في اوشون ملي مشيت نقلب لقيت هذه السميده الغليظه. وقولوا لي البنات واش هذه باش كنديروا الحرشه ولا لا. قالوا مالك انت طايحه في السماء باسكو كنت كنديرها مع ماما مي ما بقيتش عاقله واش هذه هي ولا لا. المهم الفوندو تاع هي هذه والسميد هو هذا خديته بجوج الاورو وعشرين سنتيم هادشي باش لقيتو. وخديت الماتيشا شويه ديال الماتيشا. المهم الماتيشا كدير 99 سنتيم يعني ما كملاش 1 اورو. وخديت هنايا خديت كيلو كيلو 365 غرام ب 1 اورو 35 فوالا. وخديت البطاطا لقيت هاد البطاطا ما لقيتش 10 كيلو ب 3 اورو ولكن لقيت هادي راه رخيصه اكثر 3 كيلو ب 99 سنتيم. البنات اللي راهو ما انتريسي فيها 3 كيلو ب 99 سنتيم ولا خديت 6 كيلو 6 كيلو ما كاملاش 2 اورو فوالا راه مزيانه ديجا. وشنو خديت اخر خديت هاد الباكي او لا لا مقطوبه يمكن يكونوا طاحوا منها ما رديت لهاش البال خديتها مقطوبه والله ما عرفت يقدر يكون مقسم منها. المهم فيها 3 كيلو نورمالمون خديتها ب 3 اورو 2 اورو 99 3 اورو. وصافي لقيت هاد المشروبات هادو ديجا مجرباهم هادو هذا ديال التفاح ديال التفاح وهذا ديال ديال اش هذا غرونادين ديال الرمان. المهم هاد جوج هادو ديجا مجرباهم كيديروا 99 سنتيم الوحده كيديروا 99 سنتيم الوحده. المهم البنات هادشي اللي خديت في الماكله والباقي كلشي كان غالي قلت حتى نمشي للفالبريم ناخذ ديك القرعه وديك التفاح من تما كيكون رخص شويه باسكو هاد المره ما لقيتش تما شي حاجه رخيصه. اتو سان تشوف بوج لا كاميرا اغيت كيحد الكاميرا راه خايفه غير يطيح لي هاد الرينغ هذا يهرسوا لي عاوتاني. ديجا هرس لي واحد راه ما كنبغيش نصور غير عليه هو. اتو خديت هاد السنيديلا شوفوا البنات معايا شحال مزيونين وشو جابوا السنيديلا كتحمق تصوروا معايا دابا هذا راجل شوفوا شحال غادي تجي مزيونه كتحمق ودي سالي فيها عجيب اورينتال وهذا سما غاديش يخليني اليوم غادي نصور غادي يعذبني سي سيغ فوالا. مطروز بحال مطروز هادشي الا كيبان مزيان ندوز لكم هنا كيبان لكم بحال الطرز زوين. والمهم عجبتني ولقيتها ما غالياش الوغ فوالا ماشي شي ماركه اللي واو راه غير اوشو ولكن المهم بور دي باني دي فوا تلبسوها مع شي كسيوه ولا هذه في رمضان مع الجليليبات. هذه كدير 13 اورو 12 اورو 99 13 اورو زوينه وتما تما اللون الكحل ولكن عجبني هذا اللون حسن وتما بزاف ديال الانواع. المهم انا عجبتني لقيتها حدا عيني وعجبتني وخديتها. صافي هادشي اللي خديت من اوشون وهذا فقط ودست الفارماسيا اللي في اوشون داخل وخديت لينيمو لسان. لينيمو بالنسبه للبنات كامل كاين اللي موالدينا راه يكونوا كيعرفوا لينيمو واللي ما عارفينوش هو هاد لينيمو تعجبتني نتوغال انا نيتوي بروتيكسيون كيكون كالكيا اتوسام اتو. هاد لينيمو هو عباره عن واحد لاكريم فيها زيت الزيتون اسم راه هي كيحرك لي في الكاميرا سمحوا لي راه عباره عن زيت الزيتون ومخلطه مع شي فيتامينات وديك التفاتف وصايبو بيو من كريم ايدغاتونت باش ملي كتمسحي له من لاكوش ديالو هذا المهم كتكوني كديري له لي شونش ديالو كتمسحي له بواحد القطن فيه هذا وكيمخلي له ديك البلاصه ما كتحملوش وما كتحببلوش بالحبوب وديك شي كيخليه له نقيه وصوفت وهذا. المهم خديتهم له لقيت فيهم بروموسيون ثلاثه من هادو لقيتهم ب 10 اورو صافي هذا ما كان. ودابا غادي ننتقلوا نفكر شنو بغيت نطيب الغدا ومني غادي نفكر غادي نرجع معكم هادشي في الافكار. يلا حبيباتي غادي نونجي هادشي وغادي نرجع معكم. راني فكرت شنو غادي نطيب فكرت غادي ندير البولونيز راني خرجت الكفته خرجت الكفته دخلتها شويه في الميكرووند باش ترطب شويه وغادي ندير سباغيتي سباغيتي المهم نابورت كيل مارك اي حاجه عندكم انا عندي هذا. المهم غادي نخليكم مع الطريقه ديالي واول حاجه غادي نديرها بعدا غادي نطيب داكشي اللي غادي نعطي له لسام هو ياكل قبل منا. نورمالمون كون كان عندي الغدا موجود حتى هو كياكل سباغيتي بولونيز مي فوالا غادي نطيب له هذا الحوت هذا. وديجا عندي لاسوب ديجا عندي لاسوب اللي درت له البارح وبقى لي هذا لوكو هذا فيه بطاطا حلوه وفيه خيزو فيه اللفت المهم فيه ما داكشي مخلط ولا من الحلاوه لو حيت البطاطا حلوه حلوه وكتطلع الحلاوه ديالها سي بو سان وي 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 غادي نسخنها له غادي ندير له ديك الحوت و
وهذا الحوت غادي هذا الحوت باش نسمو له ندير معاه واحد المعلقه ديال البيرسياد. هذا البيرسياد هذا البنات راه كنوجدو في الدار، فيه غير المعدنوس والثومه ومطحون مع زيت الزيتون. المهم ها هو كي داير وكنحطو في الثلاجه راه ما كيخسرش. هذا بيرسياد كديري مع اللحم مع الدجاج مع الحوت، الا ما بغيتيش نسمي بشي حاجه راه في الثومه بزاف بالنسبه للناس اللي ما كتعجبهمش الثومه سا سا ريان يعني حيت كيمشي مع الثومه. انا غادي ندير غير معلقه معاه باش ينسمو له ويسيبو. انا هذه المقله اللي طيبت فيها البيض هي نيت حيت منها شويه الزيت وهي اللي خليته غادي نديرها. وبطبيعه الحال راني رديت الماء، رديت الماء هنايا راه كيطيب باش داك الساعه نحط فيه سباغيتي. المهم غادي نبدا نطيب له الحوت ديالو، وفي نفس الوقت غادي نحط الملحه، الملحه وشويه الزيت على ديك الماء ديال السباغيتي اللي غادي تكفيه. فوالا كيبان لكم بعدا فين كنحط وي شويه الزيت باش ما يتلصقوش. وعندي واحد الباكيه بقى فيها ماشي بزاف، غادي ندير هادو نزيد. انا البنات مني الحوت بدا كيطيب، المهم راني درت على البوطه كتسخن المقله، غناخذ معلقه صغيره اوب ناخذ معلقه صغيره وناخذ شويه ديال هاد البيرسيا دابا ونديرو له من الفوق يطيب معاه. صافي غير شويه ما نكثروش دابا في المقله البنات باش نوجد البولونيز. ناخذ زيت الزيتون وغادي ندير ان فيلي ونقطع فوقو البصله. انا كنقطع هي هكا البنات اللي كت... اي وحده كتفضل الطريقه ديالها تقطع البصله ديرها كيف مولفه ديرها. ها انا البنات كي كتشوفوا معايا هنا التقطاع ديال البصله ديالي انا كنشلضها نورمال، ومن بعد عندي تما واحد الثومه. المهم غادي نشلضها حتى هي ولا نحكها في الحكاكه، وعندي تما خيزويه واحده اولا جزر غادي نحكو حتى هو بالحكاكه يكون رقيق باش يطيب النضغيه. وصيبوا العمليه الثانيه هي انه نخلي داكشي يتشحر مع بعضياتو. سباغيتي كيدبال كيف كتشوفوا في الصوره، سباغيتي كيدبالوا داكشي وحتى الحوت ديال ولدي على عيني طيب. فوالا المهم بالنسبه للبولونيز راني حكيت دابا الثومه، ودابا غادي ناخذ ديك الخيزو غادي نبينها للكاميرا حيت كنت كنهضر في نفس الوقت، وفي نفس الوقت قلت نزرب الفيديو باش ما يجيش طويل وقلت نشرحها هكا في الاوديو. المهم هاد الخيزويه غادي نحكها يسيبو غادي تخليو كلشي يتشحر يدبال مع بعضياتو. وفي ديك الاثناء انا راه غادي نعطي الماكله لولدي. ومن بعد ما عطيت لولدي الماكله ديالو هذا، المهم كنزيد على هذيك لاصوص كنزيد عليها الكفته، وتما كنبقى ندعكها بديك المعلقه حيت كانت قاصحه شويه وحتى كتخلط لي مزيان مع ديك الماكله، عاد كندوز للمرحله ديال لي زيبيز. البنات ملي كتخلط بحال هكا انا غادي نزيد عليها شويه د الملحه، نزيد عليها شويه د الملحه ونزيد عليها شويه د البزار ما نكثرش حيت بعض المرات كنعطيه حتى لسان. صافي غادي نزيد عليه شويه ديال البازيليك ديك البازيليك اليابس، وهاد ايرب دو بريفونس ولا مانا بروفونس ايرب دو بروفونس كيكون مخلط بالازير، ما كيجيش في هاد البواطه غير انا عمرته في هاد البواطه، كيكون فيها ازير و المهم شي عشيبات ما عرفتش هادشي ازير وقيله ولوطون وهادي. المهم داكشي مخلط كندير منو غير شويه كينسل المعدنوس وفيه القزبر بجوج نخليهم لهيدا الوصفات اللي كان مخلط يعني. غادي نخليها شويه تشحر مع ديك لي زيبيس اللي زدت لها. واخر مرحله هي ملي كنزيد لي طوماط. المهم البنات في هذه المرحله يعني اي بنت دير لها كيما بغات. انا عندي هاد الطوماط هذا مني كيكون عندي راه كنديرو، وديجا انا استعملتها ديجا استعملتها وعملتها في هذه البواطه هذه هذه كنحطها زعما مني كتشطلي شي نص ديال البواطه ما كندخلهاش للثلاجه في البواطه ديال الحديد، كنديرها في البواطه ديال الدجاج وكنزيد لها شويه زيت الزيتون هكا باش ما تخسرليش اولا كتبقى محافظه كتبقى هذا. المهم انا غادي نخوي هذه
راه غادي تكفيني جو كرو، الا ما كفاتنيش غادي نزيد عليها هذه. وبالنسبه للبنت اللي ما متوفرش عندها هذه حاليا، يعني ما متوفرش عندها في ديك الساعه اللي باغا دير هي فيها، تقدر بكل سهوله دير غير ماتيشه ديال طبيعيه، ماتيشه ديالنا العاديه، وتزيد معاها ماتيشه ديال الحوكه ولا تخليها هي هذيك، كتجي حتى هي زوينه وطريه وصحيه وكل شيء. المهم كتر بلا 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 نخوي عليها هذه ملي غادي تشقط ولقى الكفته باللي طابت. وفي هذه الاثناء هذه ملي الكفته كنخليها هايده تشحر وهذا، غادي ناخذ سباغيتي ديالي نطفي عليه وغادي نصفيه، نرد غير هذا الشيء لبلاصتو وغادي نرجع. راه حتى الشكة هنايا فاش كنصفي بابا بو ما ديوش عليه فيها الماء، انا باقي غادي نحكهم سي نورمال. غادي نطلق الماء البارد طبيعه ديال ديالنا ديال المغرب، ما نخويوش الماء سخون في لافابو ينوض لنا الجد. المهم انا كنديرها باقي، ما عرفتش شكون لكم بحالي ولا لا، غادي نخوي وكنردها لبلاصتها هنا و سي بون. غادي نزيد الماتيشا وديك الشيء اللي باقي هنا كندير فيه شويه الماء وكنعاود كتشوفوا معايا عندي الكفته كثيره على الماتيشه. الوغ شنو غادي ندير؟ غادي نحط ديك نحل ديك البواطه وغادي نخوي منها شويه باسكو عندي الكفته اكثر من الماتيشه. وي مون بيبي وين تي غالي فا دودو؟ تي فا دودو؟ لا البنات على ماما يتبلي ديك الشيء، راه غادي نحك هاد المعنات دي باغاسي منهم دغيا دغيا. غادي تشوفوا معايا هاد ليكيد فيسيل ديالي البنات فيه الماء، ماشي حيت سالا نو، حيت انا ما كنديرش عوضاني نحط واحد الصيني واحد الثانيه واحد الطاسه ولا شي حاجه وندير فيها الماء والصابون ونبقى نحشي فيها شاك فوا نسخها ونغسل وديك الشيء كودي ميكروب. على شنو كندير انا؟ عندي دي برودوي ديالي اللي كنستعمل هنايا مثلا هما هادو ديال كيسميتو، وعندي بيان سور لي بوتيل اللي كيكونوا تسالاولي الوغ كنخوي الصابون والماء هنايا ومن بعد كنديرو ديريكتومون في هذا، ملي كيتسالي كنعاود نعمر. احسن حاجه باش تحافظوا على الاخر من البكتيريا، باسكو بزاف ديال الناس كنمشي عندهم ولقى عندهم طاسه مثلا ولا شي لعيبه فيها الماء والصابون وسي با بيان، يعني هذه راه هاد البونج هذه ما نعرفش شحال فيها من البكتيريا، هذه هي هي راه هي اللي كتحمل لينا البكتيريا فاختو ولا. المهم واحسن شيء الغسيل المعن هو ديك الشبيكات ديال البحاره، واقيلا كتعرفوا على ما كنهضر، راه كيكونوا في البحاره ماما كتستعملها هي هي ما تقدرش تستعمل وحده اخرى. المهم كيكونوا حمرات ومشبكين فوالا، هذوك هما ما كيجمعوش الميكروبات، تغسليهم وتنشريهم وسيبهم. هادو لا، هادو على ما تسالي ديك السيمانه باش تبدلي وحده كتكون جمع الميكروبات، خاص ديما تغسل مزيان وهذا. الا شميتو فيها شي ريحه ماشي هي هذيك خاصكم تسيبو هذه غير تما. المهم غادي نحك عليها هاد المعنات
الاصل ديالنا ديال سباغيتي بولونيز. المهم انا كنوجدهم بحال هكا. كل وحده فيكم كيما بغات، الا بغات لاصوص تكون جاريه ديرها، ولكن هكا تقوني البنات كيجيو واعرين. المهم انا غادي نزيد عليهم حاجه وحده، حتى لا ما كيبانش، نزيد عليهم حاجه وحده هو البارميزون. بارميزون اي نوعيه عندكم، وهذا داك الفرماج اللي كيجي رقيق بزاف وكيمشي على لي بات، كيكونوا مصورين فيه لي بات هكا بحال هكا. انا خديت هذه، كنا خديناها واقيلا رخيصه بزاف، ماشي شي ماركه اللي غاليه. المهم غادي نديروا عليه معلقه، وفي الاخر كنحطوا معنا في الطبله اللي بغى يزيد، وهذا كترشي بحال هكا، واللي ما كيعجبلهاش ما ديروش. المهم البنات هذا هو الطبق بالبارميزو بكل شيء. غادي نمشي نحط باش ناكلو، غادي نوجد الطبله. المهم غادي نوجد الطبله، وغادي ندير واقيلا غادي نزيد غير شي شلاده اللي عاديه، غادي ندير نتسول الراجل الاول واش باغي شلاده ولا كافي هذا الشيء. توت فاصون ما بغيتش نطول في الفيديو بزاف، باش هكا تقولوا لي واش يعجبكم هذا النوع ديال الفيديو، باش حتى نتوما ما تملوش ملي تكونوا كتشوفوا تلقاو الفيديو طويل. الو اول مره كنديرو، بغيت نعرف واش يعجبكم هذا، واذا عجبكم نيزيتي با تشجعوني باللايكات ديالكم باش نبقى ندير لكم اليوميات ديالي، وشنو وجدت شنو ما وجدت قبلوا عليا. المهم اي حاجه وجدتها واي حاجه درتها غادي نشاركها معكم. خليو لي دي كومونتير وشجعوني، ونيزيتي با تكليكوا البنات على ديك الجرس الا ما بان لكمش بلي دايرين فيه مكليكيين في الجرس، واخا راكم ابوني بزاف ديال البنات معايا ابوني ما كيوصلهمش الجديد، كليكيو على ديك الجرس وتبعوا، كليكيو على واحد الخانه وديروا اوكي، في ديك الساعه اي حاجه حطيتها راه غادي توصل لكم. وصافي البنات هكا غادي نكون ساليت معكم الفيديو. السلام عليكم، وتهلاو لي فراسكم بزاف بزاف.